نرفض بشكل قاطع أي عقوبات اقتصادية تفرض على الشعوب والشعوب التي وقفت معنا، فنحن عانينا سابقا من العقوبات التي فرضت على شعبنا، ونعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية، ونؤكد أن شعب العراق وحكومة العراق والمؤسسة التشريعية ستعمل على أن يكون العراق نقطة التقاء اقتصادي، ولن تكون نقطة للخصومة ما بين الفرقاء. واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر إلى دول جوار العراق التي ساهمت وبشكل واضح في حربنا ضد الإرهاب، وأن نؤكد على شكرنا وتقديرنا لمعالي الرئيس ولتركيا شعبا وقيادة لاحتضانهم للنازحين من أبناء الشعب العراقي الذين هربوا من ويل الحرب وويل الإرهاب. وإن شاء الله المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون في مجالات الاستثمار والإعمار مع دول جوار العراق منها تركيا والجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا جوارنا العربي، للمساهمة في مجالات عديدة لضمان عودة النازحين وعودة العراق إلى ما كان سابقا في عهده، وأن يكون نقطة الالتقاء العالم أجمع.